بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا امد ولا انقضاء. صلاه دائمه بدوامك وباقيه ببقائك لا منتهى لها دون علمك وعلى اله وصحبه وسلم مثل ذلك اللهم يا من كرمه لا يحد وقضاؤه لا يرد وصفاته قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسألك اللهم أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان ومع حلقة جديدة إن شاء الله أقدم لكم فيها ورد يوم الجمعة لقضاء الحاجات وجلب الأرزاق وطلب الفرج واستجابة الدعوات فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله. فهذا الورد المبارك مع دعائه يقرا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في أي وقت شئت قبل أذان صلاة العصر، يعني شرط أن يقرا قبل أذان صلاة العصر. وقد قال عنه الإمام الطبراني رحمة الله ورضوانه عليه أن ذاكره لا تمر عليه جمعتين. الا وقضيت حاجته واغناه الله من فضله وفرج همه وحقق مطلبه باذن الله تعالى اذا على بركه الله نمر ودون ان نطيل الى الورد المبارك مع دعائه الذي تختم به إذا تجلس في غرفة لوحدك مستقبلا القبلة تبدأ بالاستغفار مئة مرة ثم بعدها تقرأ سورة الإخلاص مئة مرة ثم تصلي على النبي وآله بأي صيغة شئت مئة مرة بعد الانتهاء من هذا الذكر تمر إلى الدعاء مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ورسلك وسكان سماواتك وحمله عرشك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشات من اصناف خلقك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلاف لقولك ولا تبديل وان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من التواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب إلهي فقيرك ببابك عبيدك بفنائك مسكينك بين يديك بعد أن غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حراسها وبابك مفتوح لمن دعاك وأنت قريب لمن ناجاك فأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبفضلك الذي عم كل الخلائق أن وهنا تدعو بحاجتك وتطلب حاجتك وتدعو لنفسك بما شئت اللهم انك حي لا تموت وخالق لا تغلب وشاهد لا تغيب وبصير لا ترتاب وابدي لا تفنى وقريب لا تبعد وقادر لا تضاد وقاهر لا تغلب وصمد لا تطعم وغافر لا تظلم وقيوم لا تنام ومجيب لا تسام وعظيم لا توصف وصادق لا تخلف وعدل لا تجور وحكيم لا تحيف وغني لا تفتقر وكبير لا تقدر ومنيع لا تقهر ومعروف لا تنكر ووكيل لا تحصر ووهاب لا تمل وحليم لا تعجل وعزيز لا تذل وجواد لا تبخل ومحتجب لا ترام ومقتدر لا تنازع سبحانك جل جلالك يا متعال اللهم إني أسألك ولا أسأل غيرك يا ماحي السيئات وكاتب الحسنات ويا رفيع الدرجات ويا فتاح ذو الخيرات وهنا مرة أخرى مرة ثانية تطلب حاجتك وتدعو لنفسك بما شئت اللهم إني أسألك بأفضل الوسائل كلها وأنجحها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بها يا الله يا رحمن وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونعمك التي لا تحصى وبإسمك المخزون المكنون المبارك الجليل الأجل الذي تحبه وترضى به عمن دعاك وتستجيب له دعاءه وبحق المتضرعين اليك وبحق كل عبد متعبد لك في بر او بحر او سهل او جبل أدعوك دعاء من اشتدت كربته وعظم جرمه وانعدمت حيلته وأشرفت على الهلاك نفسه ولا يجد مغيثا ولا مجيرا سواك. اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابه. ولا حول ولا قوة إلا بك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر سبحانك لا إله غيرك أسألك أن وللمرة الثالثة تسأل حاجتك وتدعو لنفسك بما شئت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته واجعلني على سنته واحشرني في زمرته ووفقني لاداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لاهلها من العطاء في يوم الجزاء انك انت العزيز الحكيم امين يا رب العالمين هنا ينتهي الدعاء وبالتالي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم اشكر لكم متابعتكم ووفائكم للقناه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته